السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة مستر بيرفيوم. لو عاوز عطر فريش وفي بعض صفات العطور البلو فيرساتايل وريحته جميلة وصيفي جدا مناسب لدرجات الحرارة العالية، وفي نفس الوقت مش عايز تدفع كتير سعره كويس، كل الصفات دي موجودة في عطر أفنان 9AM دايف. العطر ده نزل سنة 2022 وسعره دلوقتي 120 درهم إماراتي، يعني انا اشتريته من حوالي 4 شهور كان ب 105، يعني تقريبا كان عرض او هم رفعوا سعره في الفترة اللي فاتت ديت. المفروض ان العطر ده يوني سيكس، ولكن من وجهة نظري هو عطر رجالي اكتر، فللسيدات اللي عاوزين يجيبوا عطر حريمي مشابه يعني في 9 اي ام من غير كلمة دايف، او في يعني بيقولوا نزلوا اصدار تاني منه 9 اي ام للسيدات يعني. فده ممكن ايه السيدات يجربوه اكتر من العطر 9 اي ام دايف. العطر 9 اي ام دايف فروتي اكواتيك وفريش وبلو، يعني مش كلون، مش تقليد لاي عطر تاني، يعني هو عطر يعني مختلف خالص، بس هو بيشبه مجموعة عطور، يعني ممكن تشبهه بمجموعة عطور، لكن مش هتقول ده العطر ده كلون لعطر كذا مثلا، عطر معين، لا. هو ممكن تلاقي فيه صفات من بلو دو شانيل ومن ديلان بلو ومن بروفوندو ومن عطر رصاصي هوس ومن واي اس ال واي، وفي كتير من سبايس بوم نايت فيجن، ممكن تعتبره كمان ابديتد فيرجن من نوتيكا فويش، يعني في الفريشنس بتاعته مع السويتنس، ان هو في سويتنس يعني تعتبره ان هو ابديتد فيرجن منه. في افتتاحية العطر ده هتشم ريحة التفاح والليمون، السويتنس واضحة، يعني هنا ممكن تلاقيه قريب جدا من عطر رصاصي هوس، وكمان وتلاقي فيه عشان السويتنس اللي موجودة فيه تلاقيه قريب برضو من سبايس بوم نايت فيجن. الافتتاحية جميلة جدا مع البروجيكشن عالي لمدة ساعة ونص تقريبا، يعني بتلاقي فيه بروجيكشن عالي، وبعد كده بيبقى فيه يعني سياج متوسط كده حواليك، يعني بعد الساعة ونص ديت. الدراي داون أروع من الافتتاحية، بتلاقي فيه الماسك والساندلوود واضحين جدا، يعني بالنسبة لي يعني الافتتاحية جميلة، مش هارش ولا حاجة عشان السويتنس اللي فيها، لا انا بحب الافتتاحية بتاعته وبحب الدراي داون اكتر، يعني رائع جدا. يعني هو عطر بلو، يعني عطر، يعني هتلاقي فيه صفات البلو كتيرة، يعني عطر فيرساتايل، ولكن الـ يعني الدفء اللي فيه اقل من عطر بلو دو شانيل، يعني فممكن تعتبر ان العطر ده صيفي اكتر. بلو دو شانيل ممكن الاصدارات الاي دي بي والبرفان ممكن تستخدمهم في فصول تانية يعني، لكن افنان اي ام دايف 9 اي ام دايف ده اكتر اعتبر ان هو عطر صيفي اكتر وربيعي، يعني هو اكتر الفريشنس والسويتنس من بلو دو شانيل، يعني هو عطر برضو فريش وسيترسي برضو في الليمون، ولكن الفريشنس والحمضية اللي موجودة فيه مش عالية زي ديلان بلو مثلا، يعني اقل من ديلان بلو. ممكن تعتبره ان هو نسخة ناعمة كمان او نسخة خفيفة من واي اس ال واي، يعني اللي هو اللزوع على التارتنس اللي هي بتبقى موجودة في واي اس ال واي، يعني اقل هنا في العطر ده، او تقريبا بتستبدل بسويتنس، يعني هو عطر شبابي اكتر، ولكن ممكن الكبار فوق 45 سنة عادي يستخدموه، ولكن احسن مع لبس كاجوال، يعني حد بيستخدمه هو لابس كاجوال، ما ينفعش تكون لابس فورمال ومستخدم العطر ده ويكون سنك كبير، يعني دي وجهة نظر. يعني عيب العطر ده اللونجيفيتي، ثباته من 4 لـ5 ساعات. فالحل يعني في الموضوع ده يعني ان انت ري ابلاينج، يعني ترش تاني بعد 4 ساعات مثلا، او تستخدمه بس في البيت، او ممكن تستخدمه بس في الخروجات او المشاوير الخفيفة اللي هي اقل من 4 ساعات، خارج تشتري حاجة وراجع بسرعة بعد ساعة ولا ساعتين ممكن تستخدمه، يكون مناسب جدا، يعني ممكن تستخدمه وانت رايح الجيم. يعني العطر جميل جدا، العطر ده ان هو سويتي وفريش، فعطر رومانسي
يعني عطر رومانسي صيفي، بيجيب لك مجاملات كتيرة، يعني الفريشنس والسويتنس دي بتديله الطابع الرومانسي الجميل. شكرا لحضراتكم، وأتمنى لو في أي عطر تحبوا نتكلم عليه في الفترة اللي جاية ياريت تعرفوني في الكومنتات. مع السلامة.